ومن المقرر صرف المعاشات وفق جداول زمنية منظمة منعاً للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة. الآن مشاهدينا ننتقل إلى ميرنا عادل مراسلة إكسترا نيوز تطلعنا على المزيد من التفاصيل من إحدى أو أحد مكاتب البريد. ميرنا أهلا بك، برحب بك طبعا في هذه الجولة، ماذا عن التفاصيل والصورة لديك؟ اهلا بك ايمان، اهلا بكل مشاهدي شاشه اكسترا نيوز. بالفعل هي حزمه من الاجراءات الاحترازيه التي تطبقها كافه مؤسسات الدوله عند التعامل مع المواطنين، ونحن نتواجد الان في احد مكاتب البريد التي تطبق هذه الاجراءات الاحترازيه طوال الشهر وبالطبع خلال الايام الاولى من الشهر، حيث يتم صرف المعاشات للمواطنين اكثر من 10.5 مليون مواطن في اكثر من 18,000 مكتب بريد موزعين على مختلف مراكز الجمهورية ومحافظاتها، وأيضا أكثر من 18 مليار جنيه يتم صرفهم لمستحقيهم. تفاصيل أكثر عن كل هذه الإجراءات الاحترازية سنتعرف عليها من خلال ضيفي في هذا البث الحقيقي الأستاذ عادل عايش رئيس قطاع مكاتب بريد القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة أكسترا نيوز. أهلا وسهلا يا فندم. الله يخليك. حدثنا يا فندم عن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها مختلف مكاتب البريد في استقبال المواطنين لصرف معاشاتهم بحلول الأول من كل شهر وبالطبع الآن الأول من شهر فبراير. النهاردة تنفيذا لتعليمات السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بدأ صرف معاشات فبراير 2021 على مستوى من خلال مكاتب البريد الجمهورية كلها، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامات لكافة العاملين وإلزام كافة العملاء قبل دخول المكاتب بارتداء الكمامات، استخدام كافة المطهرات والمعقمات اللازمة، توفير مسافات آمنة وصحية خارج المكاتب، وتوفير استيكرات توفر مساحات صحية داخل المكاتب في ساحات الانتظار، فضلا على أنه تم توفير وتغذية كافة مكانات الـ ATM على مستوى الجمهورية لتكون متاحة برضو للصرف أمام العملاء. وزي ما حضرتك شايفة يمكن المكتب بيشتغل من خلال كافة المعايير الاحترازية اللي أقرها السيد رئيس الهيئة. تم تقسيم المواطنين إلى فئات مختلفة على أيام مختلفة تجنبا للتباعد، لنوضح للسادة المشاهدين هذه التقسيمة والأيام المتاحة لهم للتوجه لصرف معاشاتهم. من خلال الإجراءات الاستباقية اللي اتخذتها الهيئة القومية للبريد مع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لتجنب الزحام وتجنب تجدس المواطنين، تم تقسيم المعاشات إلى مجموعة من الشرائح. الشريحة الأولى تبدأ النهاردة وبكرة 1 و2 فبراير، دي المعاشات الأقل من 1000 جنيه حتى 1000 جنيه. إن شاء الله من يوم الأربعاء والخميس اللي هم 3 و4 فبراير المعاشات اللي ما بين 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه، الحد والاثنين 7 و8 فبراير ان شاء الله الشريحه الثالثه اللي هي من 2000 جنيه الى 3000 جنيه، ابتداء من الثلاث باذن الله 9 فبراير هتبدا الشريحه الاكثر من 3000 جنيه. بالطبع هناك غرفة عمليات مركزية تضم مختلف مكاتب البريد على أنحاء المحافظات ومختلف أنحاء الجمهورية، هذه الغرفة تتابع مع مختلف مكاتب البريد على مدار الساعة عملية الصرف وكل التفاصيل، حدثنا عن هذه الغرفة وما تقدمه من خدمات للمواطنين. من خلال توجيهات السيد الدكتور رئيس الهيئة أنشأت لجنة غرفة عمليات مركزية بتقوم بإدارة مجموعة من غرف العمليات الفرعية بكافة المناطق البردية على مستوى الجمهورية، بتقدم من خلال الكول سنتر كافة تلقي شكاوي العملاء ومعالجتها وإزالة أسبابها في ساعتها، فضلا على التأكد من توافر النقدية اللازمة في مكاتب البريد، توافر أدوات العمل بالكامل، توافر مستلزمات التشغيل بالكامل حتى يتم الصرف بكامل الجدية والجودة اللازمة، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المكررة لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد. مع وجود أكثر من 12 ألف ماكينة ATM في مختلف أنحاء الجمهورية، لماذا يتمسك المواطن دائما بالذهاب إلى مكاتب البريد وصرف المعاشات من خلالها مع إمكانية وجود يعني صرفات الATM في كل مكان؟ الصرفات الATM الهيئة بتحرص على تغذيتها بكافة فئات النقدية المتوفرة، إلا أن العميل بيفضل أن هو يصرف من على شباك التعامل، يمكن تكون دي راجعة لثقافة العميل نفسه بثقته في مكاتب البريد وثقته في أنه يتعامل مع
كاونترات البريد، فضلا على ان هو ممكن يكون مثلا بيفضل ان هو ياخد الفكه بتاعه المعاش بتاعه، بيفضل ان هو يتعامل مع الموظف اللي متعود عليه يصرف معاشه اول باول، الى ان هو في خلال الفترات اللي فاتت واتخاذ الهيئه الاجراءات الاحترازيه بدا فعلا في مجموعه من العملاء تتجه بعد ما الهيئه عمدت في انتشار ماكينات الاي تي ام، بداوا الناس اللي يتجهوا فعلا والعملاء يتجهوا في استخدام ماكينات الاي تي ام نظرا لتوفرها ونظرا لان الهيئه حدثت كتير جدا في الصفات النوعيه لماكينات الاي تي ام اللي شغاله. استاذ عادل شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا على شاشه اكسترا نيوز. اذا ايمان ومشاهدينا، هذا كان لقائنا من داخل احد مكاتب البريد، تحدثنا عن مختلف الاجراءات الاحترازيه التي يتم تطبيقها، ولكن في نهايه حديثي اود ان اشير الى انه يوجد اكثر من 12,000 ماكينه اي تي ام في مختلف انحاء الجمهوريه، يمكن للمواطن ان يصرف معاشه من خلالها دون ان يتوجه الى احد مكاتب البريد او يتزاحم خلال هذه الاجراءات لصرف المعاش، يمكنه التوجه الى هذه الماكينات. والكلمه اليك مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لك مرنا عادل، وايضا الشكر موصول لضيفك الكريم.